بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل تيست 17 من كتاب بتبايبت، هنحل امتحان 17 من كتاب بتبايبت، ونبدأ على طول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال: listen and circle، استمع وضع دائرة. نمبر 1 ناب، الكلمة الأولى. نمبر 2 بيرد، الكلمة الثانية. نمبر 3 بارك، الكلمة الأولى. بعد كده listen and complete، استمع وأكمل. عندنا دايلوج، حوار بين بوسي وعمر. بوسي وعمر، بوسي بتقول لعمر هاي عمر، واتس يور فيفورت سبجكت، ما مادتك المفضلة؟ رد عمر وقال اي لايك ارت، انا احب الرسم. لوك ات ماي بيكتشر، انظر الى صورتي. بعد كده بوسي قالت ذاتس جريت، طبعا كده بتتكلم عن الصورة، بتقول انها عظيمة. Did you draw it؟ هل أنت رسمتها؟ it بتعود على picture، الصورة. فعمر قال لها yes I did، نعم. بعد كده قال لها it was easy، إنها كانت سهلة. فبوسي قالت له well، حسنا. Practice makes perfect، التدريب أو التمرين يؤدي إلى الإتقان. بعد كده circle the odd word and replace it with a correct one. Number one: Mercury، Venus، Mars، Mother. كلهم بلانيتس، كواكب، ما عدا مذر. نعمل عليها سيركل ونكتب ايرث، الارض. نمبر 2 هيلب، بيلد، فيت، درو، الكلمه المختلفه فيت ونكتب سي. نمبر 3 وين، وير، وات، ويندو، الكلمه المختلفه ويندو ونكتب هاو. نمبر 4 نوز، فيس، ماوس، اير، الكلمه المختلفه ماوس ونكتب ليج. طبعا كلهم بارتس اوف ذا بودي، أجزاء الجسم. بعد كده نمبر 5 ليك، إليفانت، جيراف، تشيتا، كلهم أنيمالز ما عدا ليك. نعمل عليها سيركل ونكتب لاين. بعد كده فيل إن ذا جابس يوزنج ووردز إن ذا بوكس. كمال إذا كليرك، ووز إن أهري، كمال الموظف كان مستعجل. هي ريبيد هيز شيرت، هو مزق قميصه. He burned the curry، هو حرق طعام الكاري. He hurt his foot، طبعا دي القصة اللي أخدناها. He called a nurse، كلم الممرضة أو اتصل بالممرضة. And then he ate a big dessert، ثم أكل تحلية كبيرة. يبقى أول كلمة shared، تاني كلمة carry، تالت كلمة his، رابع كلمة ate. بعد كده عندنا باسج قطع، بقول لي read the passage and answer the questions، اقرأ القطع وأجيب عن الأسئلة. طبعا لازم نقرأ القطع ونفهمها ونترجمها علشان نستخرج الإجابات صح. القطع بتقول سهى السن years old، سهى عمرها 10 سنين. her father is a teacher، باباها مدرس. she has two brothers، هي لديها أخين، عمر and مجدي. عمر ومجدي، عمر and مجدي like singing، يعني عمر ومجدي بيحبوا الغناء. but they don't like collecting stickers، ولكن لا يحب جمع ملصقات، لا يحبوا جمع ملصقات. سهى wants to be a doctor، سهى تريد أن تكون دكتورة. سهى is a clever girl، يعني سهى تكون بنت ماهرة. نمبر 1، طبعا السؤال الأول true or false. نمبر 1 سهى is 11 years old، سهى عمرها 11 سنة، false. احنا قلنا في القطعة 10 years old 10 سنين. نمبر 2 سهى's father is a teacher، والد سهى معلم أو مدرس، true. نمبر 3 عمر doesn't like collecting stickers، عمر لا يحب جمع ملصقات، true. بعد كده answer the following questions، أجب عن الأسئلة الآتية. number 4 what does مجدي like، يعني ماذا يحب مجدي. he likes singing، هو يحب الغناء. number 5 what does سهى want to be، ماذا تريد سهى أن تكون. she wants to be a doctor، هي تريد أن تكون دكتورة.
بعد كده ريأرينج الترتيب. نمبر 1 دو يو لايك ستارز، هل تحب النجوم؟ نمبر 2 هي هاد تيرتلز وان داي، يعني هو كان لديه تيرتلز ذات يوم. نمبر 3 وات دو وي نيد، تاني وات دو وي نيد، يعني ماذا نحتاج. نمبر 4 a nurse likes helping people، الممرضة تحب مساعدة الناس. بعد كده عندنا look and write a paragraph of 5 sentences، يعني انظر واكتب فقرة إنشائية من 5 جمل. there are some animals، يوجد بعض الحيوانات. I can see an elephant، أنا أستطيع أن أرى فيل. it is big، إنه كبير. I can see a turtle، أنا أرى سلحفاة. it is very slow، إنها بطيئة جدا. نقولهم كمان مرة. there are some animals، يوجد بعض الحيوانات. I can see an elephant، أنا أستطيع أن أرى فيل. it is big، إنه كبير. I can see a turtle، أنا أرى سلحفاة. it is very slow، إنها بطيئة جدا. بعد كده بنكتويت the following، رقم الجمل الآتية. في number 1 الـ A في أحمد و الـ S في Sunday وفي الآخر full stop. يبقى لو عندنا يوم من أيام الأسبوع لازم ننزل أول حرف في كابيتال، ودي جملة هنضع في النهاية full stop. number 2 الـ D في does و الـ D في داليا وفي الآخر question mark. لو عندنا اسم ولد أو اسم بنت لازم ننزل أول حرف في الاسم كابيتال، وطبعا هنضع في النهاية question mark علامة استفهام، علشان ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد does. does فعل مساعد بمعنى هل. لما السؤال بيبدأ بفعل مساعد أو كلمة استفهام لازم نضع في النهاية question mark. كده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، تضيفوا أصحابكم للقناة، كلكم تشاركوا في المسابقة، وما تنسوش تتابعوا المحتوى الجديد اللي هينزل على القناة، محتوى جميل جدا جدا هتستفيدوا منه كتير إن شاء الله. طبعا في نهاية كل فيديو إن شاء الله في المحتوى الجديد هتكلم عن المسابقة، هذكركم بالمسابقة تاني. وزي ما قلت الجائزة في المسابقة عبارة عن مبلغ مالي، هيتم تحويل المبلغ في نهاية الشهر للفائز. كل اللي عليكم تطلبوا من أصحابكم اللي هتضيفوهم للقناة ان هم يشتركوا في القناة، ويكتبوا اسماءكم في الكومنتات، اكتر اسم يبقى بتكرر معايا في الكومنتات يبقى هو ده الفائز. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.